بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي، بالله رجعنا لكم في هذه السلسلة اللي هي متعلقة بأفكار واردة في بكالوريات سابقة. اليوم راح نديرو مع بعضنا باك 2022 أكيد أشوبة رياضيات. راح نديرو الموضوع الأول والموضوع الثاني، أكيد راح نحكيو فقط على الدواء الحديث. في المستقبل إن شاء الله راح نحكيو على محاور أخرى كما المتتاليات والأعداد المركبة والقسمة بزاد اللي خاصة بشعب التقنية الرياضي والرياضيات. اليوم راح نكملو مع بعضنا في الدواء. الموضوع الأول 8 رقم 4 اللي هو تاع الدواء، فيه فرد فكرة اللي هي هذا السؤال اللي راكم تشوفوا فيه. الموضوع الثاني اخترنا مو فكرة فيه، هذه الفكرة اللي هي افلي الفا تقريبا ديما تجي افلي الفا تساوي هذا العدد، ثم حصل افلي الفا هذا عبارة عن معطيات. والسؤال الاخر هذا اللي هو عبارة عن تالة مركبة اف سي ناقص اكس. نبدأ مع بعضنا كيف راح نجاوبوا على هذا السؤال. السؤال هذا اللي جاء في الموضوع الاول 8 رقم 4 كان بين انه من اجل كل تحقيق معناها اكس ينتمي الى ار، فإن جذر سي تال إكس ناقص إكس راح أكبر تماما من الصفر. كيف نبين هذا الأمر؟ كاين طريقتين. الطريقة الأولى يروحوا اعتبروها دالة نرسموها لها جذور التغيرات. الطريقة الثانية نشوفوها بيانية، أنا باش نعرف الدالة تاعي هذاك شغل دالة، باش نعرف الدالة تاعي موجبة أم سالبة. وفي الحقيقة كاين ثلاث طرق. الطريقة الأولى نحلها تساوي زيرو، هذا الأمر مستحيل، مقدرش أنا نحلها تساوي زيرو هذه تحتها تسبب، إذا كان بطرق أخرى ما كنتهمش في الباك، أنا مقدرش نحلها تساوي زيرو هذه مستحيل تسبب. الطريقة الثانية هي جذر التغيرات، من جذر التغيرات نعرف الإشارة اللي هي موجبة أم سالبة. الطريقة الثالثة اللي هي من البيان، كي يكون عندي البيان مرسوم، إذا كان تحت مع خواص البيان تاعي راهي سالبة، إذا كان فوق مع خواص راهي موجبة. يكون عندنا الفرق، كيف نعرف إشارة الفرق بياني هي من الوضع النسبي، يعني إذا كان ما عنديش البيان تاع الدالة هذي، بس عندي البيان تاع الدالة هذي وعندي تاع البيان تاع الدالة هذي، ماشي بالناقصة، إكس و سي إكس، إذا كان عندي البيان تاع كل وحدة فيهم. وانا حبيت تسمى اشاره الفرق بيناتهم اللي هو سي تي اكس ناقص اكس نديرو كسر الوضع النسبي. احنا راح نشوفو الطريقتين هذو في اسم عمر، طريقه الجذور واللي هو جذور التغيرات، والطريقه الثانيه اللي هي طريقه البيان. كيما راح نديرو مقدار باش نجاوبو على هذا السؤال. الحل احنا نعتبرو هذا سي تي اكس نسموها مثلا اش دي اكس، شنو تساوي؟ تساوي سي تي اكس ناقص اكس. واش راح نديرو؟ مجال التعريف اكيد راح يكون دي اش يساوي ار، لانه قال لي نقص كل عدد حقيقي، وايضا مجال التعريف تدل بسي تال اكس او ار. صح راح نعتبروا هذا لما نشتقوها اش شفت هذيك شنو تساوي؟ نشتقوا السي هو سي اكس، نشتق ناقص اكس هو ناقص واحد، حلوها تساوي زيرو. حلوها تساوي زيرو ننقلوا لها واحد نفيت ولا ناقص واحد نديرها واحد، نخلوا السي الان على الطرفين فين تخلص من السي، عندنا الان سي اكس يساوي الان واحد. قادر باش ما ندخل السي على بالنا بلي السي واحد اللي هي السي صفر اكس يساوي صفر مباشرة، ولا على كالعادة ندخلو الآلان على الطرفين تخلص من السي خرجنا اكس يساوي آلان واحد، آلان واحد اللي هو الوحيد اللي نعرفوه يساوي الصفر، لأنه كي خرجنا آلان اثنين وآلان ثلاثة ما نعوضهمش كلهم كيما راهم، أما آلان واحد على بالنا بلي يساوي الصفر. باهي إذا هادي نعادل في الصفر نديرو لها جدول الإشارة، أكيد إشارة المشتقة اللي سميناها اش فتحة لإكس. أو قد نكتبوها سي إكس ناقص واحد كما نكتبوها هنا، هاي نكتبو أش فتحة إكس، هنا هي الدالة هي أش إكس، مجال التعريف ناقص من هذا الدالة، الحل اللي هو صفر، أكيد عندنا مشتقة، مشتقة قبل الإنعدام عكس إشارة أ في ألفا، عكس أ في ألفا، وهنا نفس أ في ألفا، نفس أ في ألفا، وين راح الأ هذا وين راح الألفا؟ حنا على بالنا بالشكل هذا اللي هو تكون مشتقة أش فتحة أو أي معادلة حابين نحلها بالشكل هذا أ. سيت ألفا إكس زائد بي يساوي زيرو، الأ والألفا هما هذا، هذا اللي هنا اللي مضروب هنا في السي، وهنا اللي مضروب في الإكس، إذا العدد هذا في العدد هذا في جزرهم هما موجبين، أكيد هنا راهو كاين واحد، وهنا راهو كاين واحد، واحد في الواحد اللي هو واحد، مع عدد موجب، هنا ثم الإشارة تاعو عبارة عن عدد موجب عكس الموجب هو السالب، وهنا نفس الموجب اللي هو موجب، إذا الدالة تاعنا تكون متناقصة، ما تزايد، نحسبو فقط النهايات، النهاية تاع الدالة هذي عندها نقص من النهاية. نلقاوها نورمال زايد من هنا، نقسمها ترى من فوقها، السي ناقص مية ترى بزيرو، النقص نتاع النقص مية، نقص مية في النقص عندنا نقص زايد من هنا، إذا النهاية تكون هنا زايد من هنا، نحسبو النهاية عند زايد من النهاية، السي إكس ناقص إكس، كي نجيو نعوضو السي زايد من هنا هي زايد من هنا، وزايد من هنا في النقص هو نقص من هنا، حالتها تنتهي، نزو إكس ولا السي إكس كعامل مشترك. هنا يبقالنا الواحد، وهنا يبقالنا إكس قسمة سي إكس اللي هي نهاية شهيرة عند زايد من هاي، هذه نهاية شهيرة تساوي زيرو، صفر ولا واحد ناقص صفر اللي هو واحد، والبرا عندنا زايد من هاي، زايد من هاي في الواحد عندنا زايد من هاي، إذا لقينا هنا نهاية تساوي زايد من هاي، خاصة هاي، نحسبوها مع بعضها،
عشر يصير حسبها بالدالة هذا من ناقص يتساوي ناقص صفر اللي هو واحد ناقص صفر اللي هو واحد. إذا النهاية تساوي ولا الصورة هنا تساوي الواحد. كما راكم تلاحظوا من جد الطايبرات عرفنا باللي ولا قادرين نعرفوا إشارة أسيت إكس ناقص إكس منين؟ من هنا من بداية السهم ونهاية السهم من زيد ما هي حتى الواحد. الأعداد اللي موجودة من زيد ما هي حتى الواحد الأعداد موش إيديجا تغير إشارة راهم موجودين الأعداد كومبلي اللي كاينين هنايا من زيد ما هي حتى الواحد ومن واحد حتى زيد ما هي أيضا الأعداد راهي موجودة. طريقة الإجابة كيف غاتكون؟ نقول له أش تقبل قيمة حدية صغرى اللي هي عند الصفر واللي هي الترتيبة تاعها تساوي الواحد. نقول له حيث الواحد ولا أش لزيرو أكبر من الزيرو إذا ثلاثة راح تساوي نقول له فلان نقول له أش تقبل قيمة حدية صغرى اللي هي صفر أش لصفر. إذا وعندنا أش لصفر في الحالة هذه الذي يساوي الواحد والواحد هذا أكبر من الزيرو. إذا نمشي من أجل كل عدد من أجل x ينتمي إلى R كل عدد طبيعي كل عدد حقيقي فإنه شيء أسيت x ناقص x اللي هي نفس أش لx راح يموت. بهذه البساطة كملنا الحل تاع هذا التمرين بالطريقة رقم واحد. بالنسبة للطريقة رقم اثنين واش ندير؟ نرسم الدالة أسيت x ونرسم x اللي هو مستقيم y يساوي x اللي هو منص في الأول وندير الوضع النسبي بيناتهم هذا ما كان. طريقة رقم اثنين واش نديرو؟ هذا تمثيل الباقي تاع دالة أسيت x دالة أسيت x على بالها في نقطة ما يتساوي زيرو نضغط على النقطة هذي اللي هي صفر واحد نضغط على هنا عند زيد ما هي ونرسمو y يساوي x هو نص في الأول نضغط على صفر صفر نضغط على واحد واحد. هذا هو تمثيل الباقي تاع أسيت x وهذا اللي نرسمو ضرب y يساوي x هذا y يساوي x. كي نديرو الوضع النسبي اللي هو ما بين الدالة أسيت x و x كي نديرو الوضع النسبي الوضع النسبي ل سيت اكس و جراج يساوي اكس قد نسمي هنا الدالة اكس سيت اكس التي تحول اكس الى سيت اكس كي ندير الوضع بيناتهم اكيد راح ندير الفرق ندير اكس ناقص سيت اكس ناقص اكس اللي هو اشارة الفرق الوضع النسبي من اشارة الفرق اللي هو سيت اكس ناقص اكس. حنا كي نلاحظو الوضع النسبي من باينين كي نلاحظو الوضع النسبي نبداو من ناقص ما هي حتى لزيد ما هي من ناقص ما هي حتى لزيد ما هي نلقاو في التمثيل الباني تاع الدالة أسيت إكس راهو فوق التمثيل الباني تاع الدالة ولا تاع المستقيم إكراك يساوي إكس. هاي كي نديرو الوضع النسبي نلقاو بلوجي سيتا أسيت إكس فوق مستقيم مثلا دلتا ولا ما على باليش أنا نسميوه دلتا مثلا بالمعادلة إكراك يساوي إكس هذا هذا راهو فوق هذا واش معناه راهو فوق معناه سيت اكس ناقص اكس اللي هو اشارة الوقت راهي مجبر قادر نوصل للتمثيل الباين ندير له هذا الجدول هذا الجدول عرفنا بلي سيت اكس ناقص اكس راهي مجبر. اذا حلينا هذا السؤال بطريقتين وتوصل الموضوع الثاني وتشوفوا طرح الاسئلة اللي فيه وتشوفوا كيما نحلوه مع بعض. بالنسبة للموضوع الثاني عندنا الجزء الاول والجزء الثاني هو نورمالمون جزئين فقط هذا مو الجزء الثالث مو جزئين فقط ما حبيتش نحل الجزء الاول ايضا الجزء الثاني ما حبيتش نحلو فقط نحتاجو هذا السؤال اللي هو اف لي الفا يساوي على رسمنا جدول التغيرات اللي نحتاجهم بعد بهذا باش نحلو هذا السؤال نحتاج جدول التغيرات تاع دالة اف. اذا احتجنا جدول التغيرات اكيد راح تحلو السوجي تحلو عادي خلاص جبدو جدول الاشارة جدول التغيرات تاع دالة اف اكيد من اشارة اف فتحة لإكس باش نحلو السؤال هذا. اذا هذا نحتاجو لهنا هذا باش نحلو السؤال هذا باش نحتاجو نحتاجو عبارة اش لي اكس اللي جات في الجزء الاول فيها مبرهنة القيم متوسطة على جبتها الخطر بها ميم قرب مية هذه متعلقة بهذا متعلقة بالفا لأنه الفا يقدم لي اش لي اكس الخطر في السؤال قال لي بين أن اش لي اكس تساوي زيرو تقبل حل وحيد الفا حيث الفا محصور ما بين ليفرنس و سيفوست. إذا نحتاج عبارة دالة اش لي اكس وأيضا نحتاج عبارة دالة اف لي اكس. إذا المعطيات اللي نحتاجهم هما هذا وهذا وهذا هذه منين جبتها الجزء الأول فيها مبرهنة القيم المتوسطة هذا عبارة اف لي اكس لأنه السؤال متعلق بأف وهذه ألفا لأنه يحتاج حصل لأف لألفا نبداو مع بعضنا باش نحلو فعلا كيف نحلو كاين أيضا طريقتين باش نحلو اف لي ألفا تساوي هذه العبارة كاين طريقتين نبداو مع بعضنا الطريقة الأخرى وش هي الطريقة هذه رقم واحد نطلقو من عبارة اف لي اكس هذه نعوضو بها بألفا كما قال لي هو ومن بعد نوصل هذا. إذا العبارة الأولى لازم نوصل العبارة اللي مثالية هو العبارة الأولى عندما في الكلاس لازم نلقى باللي أف لألفا
تساوي العبارة هذه اللي مدها هاك نقول الطريقة رقم واحد. كيف باش ندير؟ ندير الحاضنة نكتب عبارة اف لي الفا شحال تساوي ولا اف لي اكس في باطن اكس نعوضو بالالفا خاطر هو كان لي اف لي الفا وين كاين اكس نعوضو بالالفا وخلاص نضمن هاد العبارة كما راكم تلاحظوا كي نقارنوا ما بين العبارتين العبارة هذه اللي عندي العبارة هذي باش نلقى بلي هذه اللي عندي انا فيها الالان الف وهذه ما فيهاش اذا لازم نختزل الالان ولا لازم نحي الالان ولازم نبدل الالان بحاجة اخرى كيما نبدلو بعبارة اش لي اكس على خيارة اش لي اكس بالذات لانه اش لي اكس فيها مباراة من قيمة متوسطة تاع لقب الفا لانه جاي على بالي بلي اش لي الفا راه يساوي زيرو اش لي الفا يساوي الصفر لانه قال لي هو السؤال بين ان اش لي اكس تساوي الزيرو المعادلة اش لي اكس تساوي زيرو تقبل حل معناها اش لي الفا ولا الفا يقدم لي المعادلة اللي يقدم لي عبارة اش لي اكس فهي معوضة في اش لي اكس وين كاين اكس عوضوه بالفا هو في معظم الحالات تكون دالة جي في معظم الحالات تكون دالة جي دي اكس ثم سهلة تشوفوا العبارة ولا الدالة اللي فيها مباراة 5.6 فيها الفا هذه هي اللي تقدم لي المعادلة تاعي هذا يسموها رقم واحد معادلة رقم واحد وهذه العام معادلة رقم اثنين نقولوا له من واحد نجد مراحل الأولى الفا تقدم لي اش بس ما تقدمليش الف باش تفهم تقدمليش الف تقدم لي اش فقط لأن هنا متعلقة بمباراة القمضة والسيطة نبدو من هنا عبارة ان الفا شحال يساوي هذا الفا نقولوا الفا ميت تمثلنا ناقص الفا هذه نسميها رقم ثلاثة شنو ندير لها رقم ثلاثة هذه نعوضها في العبارة رقم اثنين بالتعويض في اثنين ماشي وصل من قاع نقول لي اف لي الفا تساوي ناقص 31 الفا مربع زائد 3 الفا ناقص الفا في بلاصة الان نحطو ناقص الفا زائد في بلاصة ايضا الان نحطو ناقص الفا اكيد هنا يكون مربع تساوي ناقص 31 الفا مربع زائد 3 الفا ناقص ناقص عندنا زائد الفا والالفا في الالفا اللي هي الفا مربع هنا ناقص كربوا عندنا زائد الفا مربع هذا زائد هذا راح عندنا نورمال 2 الفا اثنين الفا مربع نوحدو المقامات نضربو في اثنين نقسمو على اثنين هادو في زوز موحدين المقامات بيناتهم شنو راح نلقاو نلقاو اربعة الفا مربع ناقص الفا مربع اللي هي ثلاثة على اثنين الفا مربع زائد ثلاثة الفا نهزو كيما قال لي هو نهزو ثلاثة على اثنين اربعة كامل مشترك نهزو ثلاثة حتى نوحدو المقامات نضربو في اثنين نقسمو على اثنين نهزو ثلاثة على اثنين كامل مشترك وأيضا نجيبو لها ألفا ثلاثة على اثنين ها منا نهزو ألفا تبقى لنا فرد ألفا لأن ألفا مربع عبارة ألفا بالألفا ومنا مش عندنا هنا اثنين هي في اثنين هذا نهزو ثلاثة على اثنين هاني زيدها قد اثنين في ألفا زيد نلحق لها ألفا تبقى اثنين ها نفس العبارة إذا الطريقة الأولى واش راح نديرو نروح العبارة اللي فيها مباراة 15 فيها ألفا أيضا لازم بشرط تكون فيها ألفا لأنه أحيانا مباراة 15 تكون في الجزئين الجزء الأول والجزء الثاني الجزء الثاني تكون عبارة ولا نقطة أخرى ولا فاصلة أخرى مثلا الأولى تكون ألفا والثانية تكون إكس زير ولا بيتا المهم نروح العبارة اللي فيها ألفا ولا فيها مضارع عند المتوسطة بلقب ألفا تساويها لزيرو إذا كانت تساوي زيرو خاطر أحيانا يقول ليش معادلة زيتك تساوي زيرو أما يقول لي جي إكس تساوي واحد جي إكس تساوي ثلاثة وقس على ذلك المهم راح نعوضوها بألفا وخلاص في بلاصة إكس نعوضها بألفا إذا نجد العبارة هذه رقم واحد والعبارة الثانية هي سهلة نعوضو في إف من كاين إكس نعوضو بألفا نحاول نجدو الألان إذا كان عندي معطيات تاعي والدالة تاعي هي ألان وإذا عندي دالة أسية نجد الأسية وإذا عندي كثير حدود نشوف ترى واش راح نبدل ونحط في المعادلة الثانية نجبد لهنا ألان ألفا بدالة ألفا نجبدها شحال تساوي نعوضها في العبارة الثانية وتبقى فقط تبسيط هنا كل مرة راح ندير تبسيط ما درتش حتى حاجة أخرى لقيت العبارة اللي قال عليها هو هذه الطريقة رقم واحد نفوتو الطريقة رقم اثنين واش تقول الطريقة رقم اثنين نقولو نطلقو من هذا بعد نمدو لنا هو اف لي الفا يساوي هذا نعوض انا اف لي الفا تاعي كيما نعوضها في الدستور تاع الدالة اف لي اكس نعوض نقولو هذا يساوي هذا ما ننقل هذا بين الكمبيوتر ردها صفرية ردها معادلة صفرية معناها ننطلق من هذاك اللي مدخول هو وين راح نلحق لازم نلحق هذا نلحق الجي لي الفا تساوي هذا اللي هو الفا زائد ان الفا ونلقاها تساوي صفر لازم نلحق الجي هنا ما عنديش دالة جي عندي دالة عشرة لازم نحك الدالة اش لي الفا تساوي زيرو نبدأ ترى مع بعضها نشوف الطريقة رقم اثنين الطريقة رقم اثنين بلا سبوس لازم نوصل لها خلاص بلي اش لي الفا يساوي زيرو إذا وصلت لهذي راني سعيد ما وصلتش لهذي راني غلط
الطريقة رقم 2 نوصلوا لهذا هي اشلي ادلس تساوي 0. كيف راح نوصلوا؟ نطبقوا من هذيك لين هذا. واش نقول؟ نقول له في قلت لي بلي ا بلي الفا تساوي 3 على 2 الفا في الفا زائد 2 تبان عوضوا الفا لالفا واش تساوي؟ احنا عندنا بلاصة اكس نعوضوا بار تساوي عبارة عن نشرها وقت هذا في هذا بدنا 3 على 2 الفا مربع وهذا في هذا بدنا 3 الفا لانه 2 تروح مع 2 به نردها صفرية نقول كلش من هنا نقول هذا البيت عشان عبارة هم هذا مفروض هذا ناقص 1 على 2 وناقص 3 على 2 اللي هي نورمال وناقص 4 على 2 الفا مربع ناقص الفا الفا في الف الفا زائد الف الفا للكل مربع تساوي الزر. هذا عندنا اكيد 2 ولا ناقص 2 ناقص 2 الفا مربع. واش راح نديرو لها مع بعضها؟ نفككو هذا نردوها ولا شي نردوها ناقص 2 الفا في الف الفا زائد الفا في الف الفا زائد أنا الفا كل مربع لأنه ناقص 2 الفا في أنا الفا زائد الفا في أنا الفا هذا في زوج كيجمعهم راح يبدل لنا ناقص الفا في أنا الفا باهي واش غنديرو لهنا هذا في زوج نهز بيناتهم ناقص 2 الفا كعم مشترك قلنا هنا الفا زائد نضمو أنا الفا باهي صحيح نزيدو هنا ناقص 2 الفا لأن ناقص الفا في الفا ثم ناقص الفا مربع وناقص الفا في أنا الفا يبدل لنا ناقص 2 أنا الفا في أنا هيك ولا ننزل انا الفا كعم مشترك واش غادي يبقى لنا تبقى لنا الفا وهذا تبقى لنا الفا انا الفا لانه انا الفا في مربع عباره عن انا الفا في انا الفا باهي نحيد هذا الوقت هنا دوك هذا وهذا قادرين نرسم كعم مشترك اللي هي الفا زائد انا الفا مضروبه بشيء ناقص 2 الفا زائد انا الفا لو زدت هذا كعم مشترك بقى لنا هذا زائد هذا يساوي زر، جودة يساوي زر، إما اللو يساوي زر أو الثاني يساوي زر، اللو يساوي زر نفسه أشي ألفا نفسه بقى، هو بلس إكس بقى عوضنا بقى، هذا هو نفسه أش اللي ألفا يساوي زر أش هذا يساوي زر أو زي أبنان ألفا يساوي زر، وإحنا وش قلنا؟ اللي نلقاو أو معناها أحد أحدهما فقط، كاين عالم واحد فيهم، هذاك هو، ولا يعاد ما في زوز. ماذا ما عندي اشي الفا تساوي زر لقيت بلي اشي الفا تساوي زر ويكفي فكرتنا هذا اذا نقول له اذا ومنه هو بلي اهلي الفا صح تساوي 3 على 2 الفا في الفا زائد 3 من الطريقه رقم 2 كما راكم تشوفوا فيها الطريقه من العباره اللي مدها لنا هو الفكره انكم لازم توصلوا لاشي الفا تساوي زر اذا وصلتوا لهذه تساوي زر رقم صح اذا ما وصلتوش لهذه رقم غلطين لانه الفا تعدم لي الداله تاعنا اش دي اكس. بالنسبه للسؤال رقم 3 اعطانا عباره كالي اكس تساوي اف يو سي ناقص اكس مراه ما تحاولوش تجبدوا عباره كالي اكس من دون حساب عباره كالي اكس ما تروحوش اف اكس وتعوضوا الاكس بو سي ناقص اكس وما تلقاو عباره كالي اكس غلط يحسبكم بالغلط باه لان اوضوش اتجاه تاع الدالك كيف غندرسوا اتجاه تاع الدالك اكيد بدون مشتقه لازم نحسبوا مشتق ك دي اكس واش تساوي نكتبوها اولا العباره تاعنا تساوي هذه نشتقوها مع بعضنا كاف تاع الاكس على بالنا باللي مشتق الضرب المركبة اف دي جي دي اكس واش تساوي تساوي جي فتحة الاكس اللي هو ما بين داخل الدالة تاعي مشتق ما بين داخل هذه الدالة فهذه نشتقوها نضربوها في نفس الدالة غير نزيدو لها فتحة ضيق الاف هذا ما كان هذا هو اشتقاق تاع الدالة رقم واحد نديرو مشتق تاع هذه في مشتق تاع هذه فهم كيف فتحة ما نشتقوش جي لهنا الداخل نشتقوا فقط اف نفس الشيء نطبقوا مع بعضنا نشتقوا هذه الدالة ونضربوها في هنا في في اف فتحه لي اس ناقص اكس وخلاص نشتقوا الداله اللي ناقص اس ناقص اكس نضربها في اف فتحه لي اس ناقص اكس وندي علامه تاع عباره مشتقه لقينا المشتقه اذا راح نعرفوا بلي الاشاره كاف فتحه لي اكس من الاشاره الجداء هذا نضرب فيها باهي حبينا نجيب الاشاره كاف فتحه لي اكس اكس مع كاف فتحه لي اكس ولا إشارة ناقص أس ناقص إكس اللي هي عبارة عن دالة سالبة لأن أس ناقص إكس موجبة في السالب سالبة إذا هذا كل عام مرور ناقص وإشارة أف فتحة لأس ناقص إكس هذه هي الفكرة كيف نجدو إشارة أف فتحة لأس ناقص إكس باش تخرج لي من هنا خلاص آخر حاجة تخرج لنا إشارة
كفتحة لـ إكس. حنا نزيدو لها هناك، نزيدو كما وضعنا السؤال هذا تأجل التغير، الإتجاه التغير تاع ذلك. باه كيما راح نديرو، على بالنا في أس إكس ناقص إكس راح نمرو كلها بالسالب، لكن إشارة فتحة لـ أس إكس ناقص إكس كيف راح نلقاو؟ ببساطة واش راح ندير؟ نشوفو هذا اللي داخل هذا اللي هو أس إكس ناقص إكس هذا، نسميوه إكس كبيرة. نحاول نجيبو إكس صغيرة واش يساوي؟ ها هذا اللي لداخل، أنا موالف لازم يكون عندي إكس تاع فتحة لـ إكس، باهي نحطو في بلاصة أس إكس ناقص إكس نحطو إكس كبير، مالو واش ندير؟ تخلصو من أسية تخلصو من ناقص، تخلصو من أسية اللول، نحاولو نجيبو إكس هذا الصغير شحال يساوي؟ ندخلو الآلان على الطرفين، خرجنا ناقص إكس يساوي آلان إكس كبير، ومالو واش ندير؟ نضربوه في الناقص، نضرب الطرفين في الناقص، خرج إكس صغيرة واش يساوي؟ يساوي ناقص آلان إكس كبير، باهي، إذا واش راح نروح ندير؟ راح نروح الإكس كبيرة هذي، ندخلو عليها الآلان، ونضربوها في الناقص. وراحة إكس كبيرة هذه هي هذه، يعني نحن في جدول التغير، هذه هي نحتاج هذا الحال، هذا هو إكس كبيرة، واش راح ندير إكس كبيرة هذه؟ راح ندخل عليه الآلام، آلام صفر زايد، راح ندخل هنا الآلام، وآلام ألفا، كيف عرفت بلي هذا صفر زايد؟ هو قيمة من على كل حال، لأنه في مجال التعديل درنا صفر زايد ما هي؟ السالب مفتوح عنده، هنا راح نديرو آلام ألفا، وهنا راح نديرو آلام اثنين، وهنا راح نديرو آلام زايد ما هي؟ هذه هي الطريقة. نحب هذا نحسبو ألان صفر زائد نلقاو ناقص من النهاية، ألان ألفا يبقى كيما راه، ألان اثنين يبقى كيما راه، ألان زايد ما هي معروف بلي راهو زايد من النهاية، بعد واش ندير؟ نضربو في الناقص، قيم لي لقيتهم نضربوهم في الناقص، نضربو ناقص ما هي في الناقص مدلنا زايد من النهاية، وهذا نضربو في الناقص، أكيد غادي يكون ناقص هنا برا موش داخل، هنايا ألفا، هذا نضربو في الناقص، هذا نضربو في الناقص. هادو واش نروح ندير؟ نروح للجدول الجديد، نرتبهم فقط، أول حاجة مجال التعريف تاع الذكاء اللي هو آر، هاني لقيت آر، نزيد معاه حتى ناقص ما هي نرتبهم برك، ونجيب هنا نرتبهم مع بعض، الصغر واحد اللي هو ناقص، ومن بعد يجي مباشرة من بعد ناقص آر اثنين، بالترتيب من فيه، وبعد يجي ناقص آر ألفا، وبعد يجي زيد ما هي، ثلاثة تعريب كبيرة مشتقة تعريب عدمها ألفا و اثنين درك عدموها هذا جدد اللي هو فتحة اللي مش حكيت عدمها عدمها هذا عدمها هذا ها وأكيد ما دام يعدم فتحة أكيد عدمها هكا فتحة 100% معروف باهي الإشارة ناقص من هنا حتى لهنا من حتى لهنا الإشارة واش باهي تبقى كيما راه ها سالب من حتى لهنا هاي تبقى موجود ومن حتى لهنا تبقى سالب نزلها كيما راه ها الإشارة ناقص زايد ناقص موش زيد الإشارة هذه ناقص زايد ناقص لها تبقى جا مثلا هنا زايد يعني نزيد هاك زيد الإشارة اللي من حتى لهنا هاي ناقص زايد ناقص معناها لو كان جات هيك تبقى ترجع لهنا ناقص هنا زايد وهنا زايد معناها ما هزيتش نفس الإشارة لأن أنا المجال تغير هزيت المجال كيما راه هزيت الإشارة اللي تحت هذاك المجال ها نردو هذه ناقص كيما كانت خدنا الإشارة ها وهذا واش قلنا عليه بلي راه سالب سالب في السالب تكون هنا موجب سالب هنا موجب إذا هذه إشارة كا فتحة راح نقول له بلي واش لازم نقول له هضرة اللي هو إذا لازم تجي خطا غير طلع كا نقول له كا تنقص على هذا المجال زايد على هذا المجال تنقص على هذا المجال مجال تاعهم واحد هنا أكيد المجال راح يكون موضوع دالة كا هنا مزايدة هم تنقصها كمان مزايد اللي هو السؤال الأخر أنا ربطنا السؤال هذا مع هذا السؤال راك نديرو هضرة هذيك دالة مزايدة ودالة تنقص أما هنا هو جدة الطائرة طبعا باهي دوكا نحسبو النهاية قبل ما نحسبو النهاية نكتبو هنا كا لي ناقص آلان اثنين لي هو نفسه راح نلقاوه بلي إف لي اثنين هما هو وهذا راح نلقاوه نفسه إف لي ألفا لي هي كا تاع ناقص آلان ألفا آلان هنا نفسها إف لي ألفا لي خاطر راح نعوضوه لهنا راح نعوضوه بلاصة إكس راح نعوضوه بناقص آلان ألفا الناقص راح يروح مع الناقص والآلان راح يروح مع سي يبقى لنا ألفا لي هو إف لي ألفا إذا قادر نكتب لهنا مباشرة إف لي ألفا وهنا راح نلقاو مباشرة إف لي اثنين باهي نحسبو كان النهاية النهاية عندنا نقطة هنا والنهاية عند زيرو كيما نحسبو النهاية تاع دالا ماركيرو شافو معايا زين حبينا نحسبو لا ليميت تاع كالي إكس لما كاي أو لنا ناقص مية قادر ندير مباشرة واش ندير نروح نعوض مباشرة ها عوايد مباشرة ناقص مية في الناقص ندير زيد مية والسي زيد مية هي زايد مية ها والنهاية تاع دالا إف عند زايد مية شحال لقيناها من هنا لقيناها ناقص مية نهاية نقدر ندير بهذه الطريقة تخرج مباشرة ناقص ما هي والنهاية عند
زايد من النهاية راح تخرج من النهاية تعدلها عند الصفر الروب. كيف تبع معي قادر ندرك مباشرة زايد من في النقص نقص من هي أسيد نقص من هي اللي هي الصفر أكيد راح يكون صفر زايد لأنه دل أسيد موجبة وأف لي صفر زايد اللي هو النهاية تعدل أف عند صفر زايد فلقينا زايد من هي يعني البساطة إن تكون زايد من النهاية نقص من هي لقيناها نقص من هي عفوا وأنا زايد من هي بهذه البساطة كملت. لكن كيف هما يحسبون النهاية واش يدير؟ قلت لكم عندنا نهاية عدل الأمر واش ندير؟ حبينا نحسبوا لها النهاية وين؟ تاع كارلي إكس عند زايد من النهاية واش يدير؟ يحسبوا النهاية تاع الدالة هذا يحسبوا النهاية تاع الدالة اللي داخل وين؟ عند زايد من هذا واش راح نلقاو؟ بدنا نحسبوا الساعة ناقص ناقص من هذا واش راح نلقاو؟ نلقاوها زايد من هذا باهي النتيجة هذه الجديدة اللي لقاو يحسبوا لها بها النهاية وين؟ عند اف نتيجة جديدة اللي لقاوها اللي هو النتيجة تاع هذه اللي هي لا ليميت تاع الرقم هذا اكس الى هذا الرقم يحسبوها عند اف راح يلقاوها كيما لقينا ليت ناقص منها بهذه الطريقة يحسبوا النهاية تاع الدالة اللي داخل النتيجة اللي لقاوها يحسبوا بها النهاية تاع الدالة هذه بس اكس الى هذه النتيجة نفس الشيء لهنا يحسبوا النهاية تاع الدالة هذه اللي داخل يلقاوها صفر زائد باهي بعد ما يلقاوها صفر زائد يحسبوا النهاية تاع الدالة اف لإكس بر اف لإكس بر عند صفر زائد وراح يلقاوها زائد من بهذه الطريقة كملنا بهذه الطريقة جدا التغيير تاع الدالة ونسينا قبيلة سؤال اللي هو عين حصل لاف لألفا كيف عن عين حصل لاف لألفا نقول لدينا ألفا محصورة بين صفر ونص وصفر وستة ندخلوا اف هنا واف هنا واف هنا وخلاص اف لصفر ونص وهنا اف بألفا هنا اف بصفر وستة يحسبوا هذه مباشرة بالدالة هذه اللي بدها لنا هو ولا بالعبارة هذه 3 على 2 مضربة في صفر ونص مضربة في صفر ونص زائد 2 هنا يكتبوا اف لألفا وهنا 3 على 2 في صفر وستة هنا صفر وستة زائد 2 ويحسبوا العبارة هذه اللي منا قداش وهذه اللي منا قداش أنا طريقة أخرى اللي هو يديروا بينا وش يديروا؟ فرغوا الألفا هذه اللي هنا زدوا لها 2 منها زدوا 2 منها زدوا 2 منها خلاص كملنا العبارة الأولى ونفس الشيء يقولوا أيضا لدينا أف لي أو الألفا محصور ضربوا منها في 3 على 2 ومنها في 3 على 2 ومنها في 3 على 2 شوفوا كيف يديروا طريقة أخرى هذه يديروا بينا يقولوا ألفا هي في محصور ما بين 7 ونص 7 ونص يزيدوا منها 2 يزيدوا منها 2 يزيدوا منها 2 يرجع 2 ونص ألفا زائد 2 2 فاصلة 6 بعد شو يديروا ضربوا زيرو الألفا يضربوها في 3 على 2 اللي هي نص 0 ونص هذه ضربوها في 3 على 2 هنا يضربها في 3 على 2 هنا نصيب وسطة يضربها في 3 على 2 نحسبوا هذا قداش نحسبوا هذا قداش ما بعدش يدير يضربوا هذا في هذا والرقم هذا اللي قبل منه يضربوا في الرقم هذا والرقم هذا يضربوا في الرقم هذا يتحصلوا على شيء يتحصلوا على أهل آخر محصل ما بين قيمتين اللي نفس ما راح نلقاهم من هنا نفس القيمتين الطريقة هذه هو ديما نحسبها الطريقة هذه أحيانا نشوف مشاكل اللي هو أحيانا تكون دالتاي ولا القيم يتعكسوا من هنا يكون الكبير من هنا يكون الصغير كي لقاو من الكبير ولقاو من الصغير عكسهم فقط ما هن من لقيتو مثال هنا في حالة هذا لقوهم عادي في مثال آخر ما هن لقيتو منه واحد فاصل اثنين منه ولقيتو منه ما هن لقيتو واحد فاصل واحد هذا الأمر غير معقول لازم يجي من الصغير ومن هيك الكبير كي لقاو من كبير عكسهم برا نقولوا له كي ندخلوا اف ترجع هذا منه وهذه منه وتكملوا عادي خلاص فهمنا؟ مو مفهوم كملنا هذا الفيديو انتظرونا في فيديو قادم ان شاء الله دمتم في رعاية الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.